الأستاذ مسعود إجا، ليكو تحت عم يصف السيارة. حبيبتي زيرين، أنت طلعتي بنت كتير شاطرة، وإلك عندي مكافأة كتير مرتبة. يسلموا إيديكي، رح أرجع على المكتب قبل ما يجي. إيه يلا روحي روحي. يلا بالإذن. شو بدك جانسو؟ لا أنا هلأ مشغولة. احكي بسرعة. عن جد؟ شو بدك أحسن من هيك؟ خبر كتير حلو. قال ضل مشان أخو أمي، لأنه كان مريض وأخذوه على المستشفى. إيه صار منيح ورجعوه على البيت هلأ. صحيح بدي روح لعندهم، قلت بلكي منروح أنا وياكي. لا مشغولة هلأ ما بقدر، رح أمرق لعندهم أنا بغير وقت. ماشي باي يا روحي. سمرة؟ مرحبا يا مسعود. مرحبتين. شو كأنه مزاجك اليوم رايق؟ الجو كتير حلو والشغل عم يمشي صح، شو بدي أحسن من هيك؟ شو بدك أحسن من هيك؟ والظاهر في أمور تانية عم تعدلك مزاجك بس ما حدا بيعرفها بنوب، شغلات مخباية حتى مرتك ما بتعرف أي شي عنها. عفوا ما عم بفهم. اسمعني منيح مسعود، يمكن أنا وهوليا منختلف منتخانق ومنتزعل أحياناً، بس وقت الجد منتصالح ومنقعد منحكي بكل ود، وما بيهون علي حدا يغلط بحقها حتى لو كنت أنت. شو قصدك؟ ما عم بفهم عليك. أنا عرفتها لزيرين من فترة، وبالصدفة هي اشتغلت عندك سكرتيرة، وهذا الشيء طبيعي ما في مشكلة أبداً، بس اللي صار بيناتكم مو مقبول، مو حلوة منك أبداً. ليش نحنا شو عملنا سمرة؟ في حدا من رفقاتي شافكم بالكافيه، بصراحة انصدمت لما شفت هالصور. هاي تفاهة، عن جد سخافة واضحة. فعلا معك حق، هي اسمها سخافة، يعني مو معقول مسعود يعمل هيك شي طبعا. بس ليك الصور قدامك، وهلأ أنت أكيد ما بدك مرتك الحلوة تشوف هالصور، ما هيك؟ صح مسعود؟ إيه سمرة، شو المطلوب؟ يعني بلا هاللف والدوران تبعك. عن جد ما في داعي لهاللف والدوران. خد هاي إيصالات ديون البنك يلي أخدتها من كمال، أنت عليك تدفعهم، وأنا علي ما خبرهوليا لا عن الصور ولا عن زيرين. ليكي سمرة، هدول الإيصالات انقعيهم واشربي ميتهم، بالمختصر المفيد ما إلك عندي ولا قرش واحد. هيك لكان؟ معناتها رح تصير خناقة كبيرة بينك وبين مرتك أستاذ، يا حرام. إذا غيرت رأيك رقمي بتعرفه. ناطرة اتصالك. لسه ما شربنا قهوة بكير. شكرا، بغير وقت. أهلا وسهلا هوليا خانم. مرحبا، كيفك بلقيس؟ سراب بالبيت مو هيك؟ جوا عند المسبح، تفضلي. ماشي شكرا. حبيبتي سراب. حبيبة قلبي، يا أهلا وسهلا فيك. والله مشتقت لك يا قلبي، طمنيني كيفك أنتي؟ منيحة منيحة، صدقيني لما شفتك ما قدرت اتمالك حالي. يا روحي منيح انك اجيتي، تفضلي عادي تفضلي. كيف صار أردا؟ طمنيني، ان شاء الله عم يتحسن. زينب حكت مع ميليس وقالت لها طلع من المشفى. ايه نشكر الله ونحمده. يا هوليا لو تعرفي شو صار فينا. يا عمري انتي بتصدقي ما عم بقدر اتخلص من التوتر اللي صابني هديك الليله.
طبعا الحق معك، القصة مو سهلة، بس كأنه من لما اجيت لعندك تحسن مزاجك، صح؟ مبين علي؟ صدقيني من لما شفتك ارتحت كتير يا روحي. تسلميلي. سمرة اجت لعندك ولا ما عندها علم باللي صار؟ والله بعتت لي خبر مع بنتها جانسو وقال بتهنيني بالسلامة على أساس تمر بعدين. شو هالحكي؟ أكيد كانت بتقدر تجي دقيقتين، ما هيك؟ آخ، ما عم بقدر أفهمها أبداً. ما بعرف بشو عم بتفكر ولا لشو عم بتخطط ولا حتى شو عم بتساوي، هي على طول غامضة. أنا بعتها لعند السيد عزمي مشان قصة الشغل. شو صار معها؟ حكت لك شي عن الموضوع؟ لا ما حكت لي، بس بتكون زبطته، هي ما بينخاف عليها. بيني وبينك، أنا لو كان عندي علم بالموضوع من الأول كنت حذرتك يا سراء. أها، من شو بدك تحذريني؟ من سمرة خانم، ما كتير بنوثق فيها. بتقلك بدي افتح شغل، بعدين ما بتلاقيها غير أخذت المصاري واختفت، وهداك وش الضيف. لا مو معقول هالحكي هوليا، أصلاً إذا نحن بدنا ندعمها فرح يكون في إجراءات قانونية ومتابعة لمراحل الشغل. هلأ أنا هيك بعرف، بس مالي متأكدة من الموضوع تماماً. بزمناتها ياما أخذت من زوجها المرحوم مصاري على أساس تفتح شغل وبالآخر فلست. عن جد زوجها توفى؟ ليش هي ما خبرتك لما التقيته عندي بالبيت؟ لا. إيه الزلمة توفى، ومن تاني يوم الظالمة حطت له أولاده برات البيت، يعني قلعتهم. شغلة ما بتتصدق، أنا اهتميت فيهم فترة صغيرة بعدين ما بعرف شو صار معهم. شو هالحكي هاد؟ لعمة عيب عليها تعمل هيك شيء. إيه بس شو بدك تحكي يا سراب، أنا بعرفها من سنين طويلة، بس بالنهاية هي حياتها الخاصة. أنا بس حبيت أحكي لك الشيء اللي بعرفه من شان تديري بالك منها، واللي ما بيحسب ما بيسلم. أنا ما بدي إياكي أنت تنضري. سراب حبيبتي. أهلين سمرة. يا ميت أهلا وسهلا. أهلا فيكي يا الحمد لله على السلامة. لك شو برجلك؟ حبيبتي لا تشغلي بالك، شغلة بسيطة زحطت ووقعت. بلقيس جيبي ترابيزة صغيرة مشان الست سمرة تحط رجل عليها. طولي بالك، ما بدها ترابيزة القصة، ما تعذبي حالك. لا تعالي لهون، أصلا أنت ما لازم تدعسي على رجلك بكل تقلك، امشي معي على مهلك. يلا شكرا. أهلين هوليا، كيفك؟ أنا منيحة، كيفك أنت؟ أهلا وسهلا. شو هاد حظي حلو، وصلت بوقت الشاي. عم توجعني رجلي طبعا. الحمد لله على سلامتكن. كتير زعلت على أردا، طمنيني عنه كيف صار؟ ايه صار احسن نشكر الله. والله انقهرت من جوات قلبي، سلامته. هاتي بلقيس. والله يلا ما حلوة ارفع رجلي هيك قدامكم. ما يهمك يا قلبي. شو قليلي منيحة هيك؟ كتير منيحة، يسلموا ايديكي. بدك عليها شوان زيادة؟ لا منيحة هيك. إيه حياتي، لا ما بدها. طارق معلش نحكي شوي. طبعا تعال نشرب قهوة. شرف. تفضلي. صحة وهنا. يسلموا ايديكي. بالإذن رح شوف أردا وارجع لكم فورا. خدي راحتك. شو هالكذب؟ قال ابنه صار معه تسمم غذائي، بس الحقيقة هو بيتعاطى مخدرات. بعرف هالشي، قصدي ميليس خبرتها لزينب قصة المخدرات. طبعا أكيد البنت ما رح تكذب وتحكي هيك شي عن أخوها. أكيد ما رح تكذب، ما ألا مصلحة. سراب كل اللي بدها يا ما ينتشر الخبر وتصير فضيحة. إيه الحق معه، يعني بالنهاية هذا ابنه. يلي ما عم بفهمه إنه نحن أقرب الناس لإلها، فليش عم بتكذب علينا؟ ما بعرف. صح كلامك، يعني نحن رفقات والمفروض نكون صريحين مع بعض إذا صار شي، ما هيك؟ لازم نوقف مع بعضنا بالمصاعب. تماماً. ما دام فتحنا السيرة وبما إنه الموضوع وصل لهون، ما فيني ما أحكي لك. في قصة كاتمة على نفسي. شو صاير؟ احكي لي. شوفي هالصورة، رفيقتي موظفة بالمطعم وبتعرف إنكن رفقاتي، فبعتت لي هاي الصورة، وأول ما شفتها انصدمت كتير وحياة الله، حسيت إنه الحق علي أنا. بس كيف مسعود إله قلب يعمل هيك بمرة منيحة مثلك؟ والله مو معقول. امسكي، أنا بعرف كل شيء. عم تحكي عن جد؟ شايفتيهم؟ أي بلا. زيرين كان عندها مشاكل عائلية من لما توظفت، وبتعرفي مسعود قديش قلبه حنون، ما بيقدر يشوف هيك بنته وما يساعدها، فطلعوا وتعشوا سوا،
وزيرين صارت تبالغ وتستدر العواطف، وبالشكل الطبيعي زوجي صار يبالغ بمشاعره هو الثاني كمان، مو ذنبه. ايه معك حق، يعني ما كنت بعرف، بس لما شفت الصورة اتضايقت وما تحملتها لزيرين وحذفت رقمها. ايه بس مسعود، سمرة ليكي، مسعود زوجي وأنا يلي بعرفه، بعرف إنه بيخبص وبيغلط، بس مسعود مستحيل يفكر يخوني. خلص أنا ساويت اللي علي، ما دخلني. ارتاحي يا روحي. طمنينا كيفه؟ منيح الحمد لله، مشان الله عزروني. ولا يهمك. بسيطة، بس راحت عليكي كتير أحاديث حلوة.